اليوم ايفينمون اللي هو نتكلم عليك اللي سلط الضوء على دو برودوي اللي هما لا ماشين لافي و اللافيسيل كيما راكو تشوفوا معنا خصائص تاعهم. كيما في الماشينه لافي تكلمنا على اثنين تكنولوجيات اللي هي توربو واش 360 اللي يضمن لنا لافاج ان بروفوندور في اقل من 39 دقيقه و تقنيات AI DD او الذكاء الاصطناعي. هذه من جهه غساله الملابس. من جهه اللافيسيل الخصائص هي الكواد واش او تقنيه الغسيل الرباعي، ترو ستيم او تقنيه الغسيل بالبخار، كاين الايزي راك اللي نقدروا اون اجوست لو راك تاع اللافيسيل تاعنا، والتكنولوجيا الثالثه هي لو موتور دايركت درايف اللي غراس لهذا لو موتور عندنا 10 ans de garantie على منتجات LG.